أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تمسك المجلس الانتقالي بتنفيذ الملحق السياسي قبل بنود الشق العسكري من اتفاق الرياض. أبلغ وفد المجلس الانتقالي الذي يزور الرياض الجانب السعودي إصراره على تنفيذ الملحق السياسي لاتفاق الرياض قبل الشق العسكري. وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الحكومي يرى أن استباق تنفيذ الجانب السياسي قبل العسكري يساهم في الإبقاء على أثار الصراع وأدواته، ويمنح الانتقالية المدعومة من الإمارات الشرعية للاحتفاظ بتشكيلاته العسكرية. وأشار المصدر إلى أن السعودية تمارس ضغوطا على الحكومة الشرعية لبدء تنفيذ الملحق السياسي مقابل ضمانات من الانتقالي المدعوم من أبوظبي. نناقش الموضوع من زوايا مختلفة مع ضيوف الحلقة بعد متابعة التقرير. استحقاقات معركة أبين تواجه بوصلة الحوارات السرية التي تجريها الرياض مع قيادات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، تسريبات ذات مصداقية من أوساط حكومية أفادت بأن سلسلة من اللقاءات يجريها مسؤولون سعوديون مع المجلس الانتقالي تتركز حول مطالب المجلس بالبدء في تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض. وكعادتها تمارس السلطات السعودية ضغوطا على السلطة الشرعية لبدء تنفيذ الشق السياسي من الاتفاق مقابل ضمانات من الانتقال بتنفيذ الشق العسكري بشكل مباشر عقب تنفيذ الملحق السياسي، سلوك يذكر بضغوطات سعودية مماثلة حملت السلطة الشرعية على التوقيع على اتفاق الرياض بعد انقلاب كامل عليها في عدن في أغسطس من العام المنصرم، دعمته الإمارات وكرسته السعودية التي لم تظهر طيلة الأشهر الستة الماضية نية لتطبيقه بعد نجاحها في فرض شريك سياسي في الجنوب يحمل أجندة مشابهة لأجندة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء وفقا للمراقبين. حتى هذه اللحظة ترفض السلطة الشرعية الذهاب نحو تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض خشية أن تساهم هذه الخطوة في الإبقاء على أثار الصراع وأدواته، وتمنح المجلس الانتقالي الشرعية للاحتفاظ بتشكيلاته العسكرية الخارجة على سيطرة المؤسسة العسكرية الرسمية. يتطلع هذا المجلس وبدعم واضح من التحالف إلى حيازة مناصب المحافظين في أربع محافظات هي عدن وأبين ولحج والضالع التي تشكل الفضاء الجغرافي المناسب الذي يراهن عليه لترسيخ نفوذه وليواصل فرض هذا النفوذ في بقية المحافظات على نحو يصعب معه التحقق من أنه سوف يمضي قدما في التخلي عن مقدراته العسكرية. وفيما تواصل الرياض وأبوظبي جهود التمكين السياسي للانتقال لم يتوقف استهداف القوات والمصالح الحكومية خصوصا في مديرية المحفد التي ينشط فيها مقاتلون سابقون لدى تنظيم القاعدة بدعم مكشوف من الإمارات، فقد نفذ هؤلاء الإرهابيون هجومين منفصلين استهدف المجمع الحكومي وسط مدينة المحفد وموقع الخدارة الذي يعد أحد التجمعات العسكرية للقوات الحكومية هناك، ما أدى إلى مقتل شرطي من قوات الأمن وإصابة آخر. إدارة أمن محافظة أبين كشفت في بيان لها عن أن بعض منفذي الهجومين الأخيرين كان قد أطلق سراحه بوساطة قبلية قبل أن يعود إلى ذات النشاط، ويتطور الأمر إلى اجتماعات موسعة أهدرت دم القوات الأمنية والعسكرية في سياق معركة يبدو أنها تتناغم مع الجهود السعودية الإماراتية لتمكين الإنقلابيين الجدد في جنوب البلاد. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن ينضم إلينا من الرياض المحلل والخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، وكذا السيد عادل الشبح الناشط السياسي المقرب من المجلس الانتقالي. أرحب بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيادة اللواء القبيبان. إذن كيف تقرأ تمسك الانتقالي بتنفيذ الملحق العسكري قبل تنفيذ الشق السياسي من الاتفاق الرئيسي؟ أهلا وسهلا فيك، وكل عام وانت بخير سيدات السادة المشاهدين. يعني هو في الحقيقة هذه نقطة جد مهمة، أنه تم خلينا نقول تجديد الاجتماعات وتجديد اللقاءات ما بين المجلس الانتقالي والحكومة، وخلينا نقول التحالف في المملكة. هذه نقطة جوهرية، وأنا بحد ذاته أرى أنه هنالك في تحرك بعد هذا الجمود الذي يعني واكب فترة أو بعد توقيع الاتفاقية. أنا في الحقيقة أرى أنه
لابد من الاستماع الى كافه الاطراف. الاخوان في المجلس الانتقالي بذلوا جهود محترمه، جهود جباره، عملوا. انا يمكن ما اتفق مع الاخ ياسين التميمي لانه هو يحلل في التقرير حقه، لكن احنا ناخذ النقطه الرئيسيه اللي هو تقريبا رؤيه المجلس الانتقالي على ان تقوم الحكومه الشرعيه. من حق للمجلس الانتقالي ان يتحدث على هذه النقطه، وفعلا لابد من تحرك الحكومه متواجد. وهذا يمكن ان اقول لك انه يعني انا اعتبره شيء جدا يعني ممتاز في صالح العمليه برمتها، خاصه ما يحدث في الجنوب ومن صراعات في المناطق الجنوبيه ومن عدم تفاهم. انا اشوف ان الاخوان المجلس الانتقالي اقتراحهم جدا معقول، لابد من الحكومه ان تتحرك فعلا. يعني اين هي الاتفاقيه؟ اين هو يعني الوزارات وتعيين وزارات على حسب الاتفاق السياسي؟ لماذا لم تقوم الحكومه الشرعيه؟ فانا اؤيد ما ذكر الاخوان في المجلس الانتقالي، ولكن يجب ان لا يكون هذا الموضوع ماذا سيادة اللواء؟ الو نعم، يجب ان لا يكون هذا الموضوع ماذا؟ لان الصوت رايح. يجب ان لا يقف عائق فيما يخص التزام المجلس الانتقالي بما ورد في الاتفاق، لانه المجلس الانتقالي اكثر تنظيما، اكثر فعلا قراءه للمشهد، اكثر تضحيه. انا اشوف فعلا الاخوان في المجلس الانتقالي قاموا باداء واجب. قد يكون هنالك لكم رؤيه في القناه خاصه او بعض القنوات انه هذا مجلس انتقالي، ولا اريد الخوض في هذا الحديث، لكن انا اتكلم بصوره تهم منطقه التحالف او دول التحالف. ما يحدث حاليا في اليمن مما سبب يعني الى الامس، وهذا الحوثي يطلق بعض المقذوفات على مناطق جنوب المملكه، وبالرغم ما طرح التحالف من ايقاف القتال. فبصوره مختصره ما ذكر الاخوان في المجلس الانتقالي اتفق معهم فيه، ولكن لا يجب. طيب ما الذي يمنع ان يتم تنفيذ الملحق العسكري على الارض ثم يتم الانتقال الى المساله السياسيه باعتباره ان الاكثر تنظيما وانه الاكثر تضحيه كما ذكر؟ لا، كلامك صحيح، لانه اكثر ما ازعجني انا فيما قام به الاخوان في المجلس الانتقالي وهو عدم الالتزام بما ورد في المواضيع العسكريه، وخاصه يعني ادراج هذه القوات تحت قياده وزير الدفاع. انا اتفق معه، وهذا يعني انا سبق وناقشته مع الاخوان، وانا الوم التحالف في هذه النقطه. يعني لما نتكلم عسكريا خليني اخذ لك اياها من الجانب العسكري، قائد قوات مشتركه، انا لم ارى اي تدخل من قبل القوات المشتركه، حتى القوات الاخوان اللي في الامارات لم ارى اي تدخل. اصبح هنالك اربع قيادات عسكريه مما اضاع مفهوم وحده القياده، لذلك اصبح هنالك الموضوع تفلت. ودعم ذلك ايضا المجلس الانتقالي، لم يكن هنالك مرونه، عندهم افكار يريدون ان ينفصلوا. هذا شيء راجع لكم. طيب في هذا السياق سأسألك بعد قليل، اين السعوديه يعني باعتبارها مشرفة على اتفاق الرياض في نهاية المطاف، أين هي من إنفاذه؟ سأعود إليك بهذه النقطة، لكن قبل ذلك أرحب أو أجدد الترحيب بمن ينضم إلينا من عدن، السيد عادل الشبحي. أرحب بك مجددا، أو من الرياض عفوا. سيد الشبحي، ما الذي يبحث عنه الانتقالي بذهابه إلى الرياض؟ اولا ارحب بك اخي الكريم، وارحب بسعاده اللواء محمد القبيبان، وهو من المحللين المتابعين بشكل ممتاز للملف، واثني على ما طرحه خصوصا في بدايه المداخله، الى اني اؤكد واوضح له فيما يتعلق باخر فقره. لكن قبل هذا ساعرج على كثير من الامور. هناك هو سياسية تتشكل منها الشرعية، وخصوصا أبرزها الآن المجلس الانتقالي الجنوبي والإخوان المسلمين، وفي الطرف الآخر لدينا خصم وعدو واحد وهو الحوثي. الطرفان رهنا أو يعني ينفذان أجندات خارجية غير المشروع العربي، الإخوان المسلمين مع تركيا والحوثيون مع إيران، ونحن لم نكن عائق أمام، بل كنا جزء أساسي من المشروع العربي الذي للأسف الشديد سعت قوى داخل الشرعية على إفشال التحالف العربي، ولا تريده أن يحقق أي انتصار على الأرض،
وما التلكؤ والاشتراطات التي يضعونها في تنفيذ اتفاق الرياض إلا واحدة من هذه السلوكيات التي لا تريد توحيد الجهود نحو محاربة الحوثي. أولا، نحن قدوم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والوفد المرافق له وقبل هذا بقائهم لأشهر واستجابتهم لدعوة المملكة العربية السعودية نؤكد دائما أننا مع الجهود ونقدر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وتعاطينا وسنتعاطى بكل إيجابية مع كل الجهود والدعوات التي تقدمها المملكة العربية السعودية. نحن اليوم في عاصمة التحالف العربي وعاصمة عاصفة الحزم، وقدمنا كل الملاحظات للأشقاء في المملكة العربية السعودية وهم أدرى ويتابعون كثير من الأمور فيما يتعلق بالمستجدات أو الأزمة بكاملها. لكن الملف العسكري الذي تريده الحكومة الشرعية أو التيار السياسي داخل الحكومة الشرعية هم منذ توقيع اتفاق الرياض وهم يريدون تنفيذ الملف العسكري فقط، لأنه نواياهم وضحت. اليوم أعلنوا عدن موبوءة بفيروس كورونا، ولكنهم حشدوا كل القوات وتركوا الجبهات في الشمال، وسقطت قانية وسقطت مناطق، وتركوا الجبهات التي مواجهة للحوثي دون أي تقدم. صبروا على الحوثيين، صنف الحوثي انقلب على السلطة في صنعاء، ونحن متفقين كلنا أن الحوثي انقلابي وحاربناه جميعا. صبروا عليه 6 سنوات من 2014 لم يقوموا بهذا الحشد تجاه الحوثي، ولكنهم في خلال أقل من شهر حشدوا كل قواتهم في المناطق الشمالية وأتوا بها إلى أبين محاولة لاقتحام عدن، ولم يصبروا على المجلس الانتقالي في ظل أن عدن تعاني من انعدام للخدمات بسبب فسادهم وفشلهم في إدارة الملفات، وأيضا تعاني الحميات والشارع. لكنها الآن تحت إدارة المجلس الانتقالي، ألم يعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية؟ إعلان الإدارة الذاتية أحد مبرراتها وأسبابها الجوهرية هو أن الحكومة لم تقدم شيء للشعب ولم تستعد لفيروس كورونا، بل أنها أخفت هذا الموضوع، لم تعلن عن حالة واحدة. يعني هل ستظل هذه حجة إن صح التعبير إلى إلى فترة قادمة سيد الشبحي فيما يتعلق بالوضع هنا؟ نحن أعلننا الإدارة الذاتية ونحن سنتحمل المسؤولية، ولكن الجميع يعرف هذا الأمر. الجميع يعرف أنه منذ 30 عاما يا أخ وجيه، إذا كنتم منصفين عكس التقرير الذي سمعت من ياسين التميمي والذي اتهم الإمارات بدعم الإرهاب، مع أن القوات التي تدعمها الإمارات هي الوحيدة التي حاربت هذا بيان للجنة الأمنية في محافظة شبوة يتحدث عن قيادة الهجمات التي تمت على أبيان، كانت بقيادة ناصر الشيب الكاظمي، الذي يقول البيان أنه من تنظيم القاعدة. يا أخ وجيه نحن نتحدث عن التحالف العربي دعم مكافحة الإرهاب، وفي ظل أن الإرهاب موجه ومدعوم من قبل تيارات سياسية معينة، واستخدمت القاعدة في أكثر من محطة في 2011 وما بعدها وما قبلها أيضا منذ 94، والجهاديون يوجهون لتنفيذ أجندات حزبية وسياسية. اليوم يا أخي الكريم، يعرف الجميع أننا الجنوبيين وبدعم من التحالف العربي وبإشراف كان مباشر من قبل القوات الإماراتية وصلنا إلى المحفد، وتم تطهير المحفد من الجماعات الإرهابية التي يدعي اليوم أنه يتذكر أحداث الإرهاب، التي أصلا كان جنود وأفراد الحزام الأمني هم المستهدفون بهذه العمليات. يجب أن يكون التقارير التي محايدة ومنصفة لا تكون موجهة. هو التقرير اعتمد على بيان اللجنة الأمنية، ليس التقرير لم يتحدث من نفسه، اعتمد على اللجنة الأمنية في محافظة شبوة، وهي اللجنة الأمنية المعتمدة إلى الآن، ما لم يتم جديد. طيب، على كل حال دعني أعود إلى سيادة اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء، فيما يتعلق بأن الآن الحديث عن ترتيب التنفيذ الشق السياسي قبل الملحق العسكري أو تنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض، يذكر اليمنيين بمطالب الحوثيين وفقا لاتفاق ستوكهولم، أن الحوثيين في ذات يوم أيضا طالبوا ببدء بالترتيبات السياسية قبل القيام بالترتيبات العسكرية. إذا ما الفارق في هذا السياق بين
طريقة الأداء التي يجب التعامل بها ما بين الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي يتساءل كثيرون. لا أستاذ، يعني لا يجب أن نقارن، يعني بصراحة مع احترامي لكل الجنود العاملين في المجلس الانتقالي بعبد الملك الحوثي، يعني أنا أقول لك لمؤاخذة هذه الكلمة، عبد الملك الحوثي خارج السياق، هو يجمعنا أمام جماعة تعمل لأجندة خارجية، هذا موضوع مختلف. الحوثي لم يلتزم بالاتفاقيات، وهناك اتفاقيات ماراثونية أكثر من 6 هدن لم يلتزم بها، يعني عرض التحالف بما قدم من عروض وآخرها رمضان الكريم ومع ظهور جائحة كورونا ولم يلتزم. فلا يجب أن نقارن الأخوان في المجلس الانتقالي، بالعكس أنا أتصدق أقول لك سيد وجيه، كنت أتمنى وأعيد أكرر النقطة دي، لأنه هو موضوع عسكري اللي أكثر من موضوع سياسي ما بين المجلس الانتقالي وما بين الحكومة الشرعية. إذا لماذا لا يطبق؟ لمصلحة من عدم تطبيق الشق العسكري في اتفاق الرياض، وهو كما تقول صحيح كلامك صحيح، هنالك إخفاق من قبل الأخوان في المجلس الانتقالي، يبدو لي عدم الثقة لعب دور، عدم الثقة ليس في التحالف، لا عدم الثقة ما بين الأطراف، وهنالك تأجيج إعلامي كبير، يعني تأجيج إعلامي، محاولة شيطنة المجلس الانتقالي، محاولة إنه والله المجلس الانتقالي يريد أن ينفصل، هنالك حكم إداري بما صرح فيه البيبي أو المسؤول عن المجلس الانتقالي، هذه أمور لم يعني ما كان يجب أن تترك إلى أن يعني ينقاد الجميع خلف هذه الأحداث. هنالك إخفاق من المجلس الانتقالي، وأنا ذكرت وأعيد أكرر، الاتفاق يتحدث على أن تندرج القوة العسكرية كاملة تحت وزارة الدفاع، ولكن ما رأينا هنالك تحرك من قبل الأخوان في الحكومة الشرعية. تركوا، شوف أنا أقول لك، تركوا الحوثي وتمدد إلى الجوف، ودخلنا الآن في معارك بالجوف، ويعني يكون هنالك خبر إنجاز إن عندما يتم إعادة تحرير مناطق تم تحريرها من سنوات، وطرحنا الأسئلة ولم يجب أحد على هذا السؤال، لماذا لم تتحرك القوات العسكرية؟ وصلت إلى بني الشيش، وصلت إلى مناطق 5 كيلو من محافظة صنعاء، ولم نجد هنالك تحرك. وعندما تحرك المجلس الانتقالي طارت طائرة وزير الداخلية السابق والأخ الجبواني، واللي يتحدث بما يتحدث أنه المناطق في الجنوب يسيطر عليها قوى أخرى، ولم نرى أي انفعالات أو فعل واجب واقع حقيقي فيما يحدث في الشمال. نتفق أتفق مع حضرتك بأنه المجلس الانتقالي إخفاقاته فيما يخص الاتفاق، أنا ما لي دخل كيف يدير الموضوع، المجلس الانتقالي له إيجابيات كبيرة، ساعد في محاربة الإرهاب، ساعد في مطاردة داعش الجماعة الإرهابية، يعني وضع أسس على الأقل بسيطة للأمن وإنشاء منها جامعات وإلى آخره حتى تكون هنالك حركة. عدم الثقة ما بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية يراد له إعادة تأكيد. أما نقطة اللي ما هو ممكن يكون هذا نفس الاتفاقيات مع الحوثي، لا مقارنة ولا هي حتى في طرح أي واحد يمني يقول إنه الحوثي كما هو المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي له أثار إيجابية كبيرة، لم يكن هنالك إدارة جيدة للتفاهم سياسيا، يعني هناك حديث من قبل حتى مسؤولين في الحكومة الشرعية في مقارنة ما حدث ما بين أحداث عدن منذ أغسطس وبما قام به الحوثيون. لكن على كل حال دعني أسأل السيد عادل الشفحي. السيد عادل، فيما يتعلق بالاتفاق الرياض، يعني ما المقلق من الشق السياسي في اتفاق الرياض ورئيس الدولة هو في نهاية المطاف جنوبي منكم وفيكم؟ يا أخي الكريم، نحن نتحدث عن قناعات سياسية ومشاريع، وما نتحدث عن جغرافيا. الآن اليوم قبل عندما أقيمت مناورة، فقط مناورة عسكرية في شقرة، صرح سعادة السفير محمد سعيد الجابر وقال أن المناورة التي تمت اليوم بالنفس على حسابه الشخصي الرسمي، قال أن هذه المناورة تعتبر خرق لاتفاق الرياض. ما يحدث اليوم لم يعد مناورة فقط، اليوم هناك هجوم
وهناك محاولة اكتساح وهناك قصف بالأسلحة الثقيلة على عدن الموبوءة حسب إعلان الحكومة. الحكومة تجاوزت دور التحالف العربي، تجاوزت دور المملكة العربية السعودية كراعية ومشرفة على العمليات العسكرية في اليمن في الحرب. يعني هذه المعلومات بطبيعة الحال نسمعها للمرة الأولى. لا، محمد سعيد الجابر أعلنها رسميا. لا، سياق حديث عن ما يحدث في عدن، تقول قصف على عدن. لا، قصف في أبين. قصف في أبين اليوم. القصف، الحرب موجودة، هناك شبكات موجودة. ونحن منذ اليوم الأول، نقف موقف الدفاع، وقواتنا لديها التوجيهات بأنها تبقى في أماكنها مدافعة فقط. وعلى مدى أكثر من أسبوعين استطاعت أن تصد كل الهجوم وكل الحشود. الألوية التي تحركت تركت جبهاتها في المناطق الشمالية. وأنا اليوم كنت أتحدث مع أحد السياسيين الدوليين المعنيين بالشأن اليمني، وقال إن انعكاس انسحاب القوات أو تغيير مواقع القوات من مأرب والبيضاء والجوف أعطى قوة للحوثي، وصار يتحدث معنا اليوم بلهجة مختلفة. هكذا قالها لي اليوم. أنا اليوم من الذي خدم الحوثي اليوم؟ لكن في المقابل، سيد الشبحي، الحكومة الشرعية تلقي اللوم عليكم في نهاية المطاف وعلى أطراف ربما أخرى. يعني في سياق هذه المعركة في نهاية المطاف هناك حديث عن أن تقول مسألة أن السفير السعودي انتقد مسألة المناورات هناك، لكن أيضا تم الحديث على الإدارة الذاتية على أنها تصرف أحادي قام به المجلس الانتقالي دون مبرر كما قال التحالف. تتظل هذه الحكومة تلقي اللوم على جميع الأطراف، وإن وجد طرف آخر غير الانتقالي ستلقي اللوم عليه، لأنها حكومة فاشلة لم تحقق لا نصرا عسكريا ولا نصرا إداريا. هي حكومة فساد تجمعت من أجل البحث عن مصالحها، وأيضا وجود تيار سياسي خدمة لأجندات خارجية. يعرف الجميع اليوم أننا أمام تحالفات، أمامنا المشروع العربي أو المشروع التركي أو المشروع الإيراني، وكل فريق قد حدد مصيره وتحالفه إلى أين. ويعرف الجميع ويعرف الأشقاء في التحالف العربي والمملكة العربية السعودية أكثر الدول التي قدمت الدعم وسعت هذه الحكومة لإفشالها. 5 سنوات من الرعاية التامة الدبلوماسية، الحكومة السعودية أوجدت دعما دبلوماسيا مفتوح لهذه الحكومة الشرعية الفاشلة، وأوجدت أيضا دعما وغطاء جويا وبريا ودعما ماديا، ودعمت البنك المركزي على مدى سنوات وحافظت على الاقتصاد. ومع ذلك هذه الحكومة لم تنجح في ملف واحد فقط، نحن الإدارة الذاتية. بالحديث عن النقطة الاقتصادية دعني أسأل، أشكرك سيد عادل الشبحي الناشط السياسي المقرب من المجلس الانتقالي، كنت معنا من الرياض. عفوا، أعود إليك سيادة اللواء بالحديث عن النقطة الاقتصادية الآن مع خطوة إعلان المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية، خطوة الأنباء التي تتحدث على استيلاء، وهناك من يصفه بأنه سطو للمجلس الانتقالي على مقدرات البنك المركزي، إلى أين يتجه اتفاق الرياض الآن برأيك؟ ما هو المستقبل؟ يكون لابد أن يكون عندنا واقعية، يعني مشاكل مثل كذا لن تحل في فترة 5 سنوات أو 4 سنوات. أنا متفائل، أنا شخصيا متفائل، وخاصة وجدت أن هنالك يعني عند حضور السيد الزبيدي وعيدروس إلى المملكة والاجتماع بسمو ولي العهد. وصحيح الإعلام لم يفصح عن ما دار الاجتماع، ولكن هذه بادرة جدا مميزة، وخلي يخرج منها أي شيء يعني قد يحرك المياه الراكدة ويحرك زي ما تفضل أخ، الحكومة لابد أن تتحرك. يعني حضرتك تتكلم على البنك المركزي وإعلان حكومة إدارية، هذا يؤجج الموقف وهذا لا يساعد لحل المشكلة، بل لا بالعكس قد يعني يزيد من الطين بلة ويؤثر على المسار العملية السياسية ومحاربة الحوثي واستقرار المنطقة وعودة الأجواء إلى ما كانت عليه سابقا. هذا تحدي كبير. لكن هل تسمح تساؤل مطروح سيادة اللواء، هل تسمح في هذا السياق المملكة العربية السعودية للحكومة والرئيس هذه بالعودة إلى عدن؟ والله شوف، يعني
هذا سؤال طرح كثير، وانا اعتقد ايش اللي يمنع انه ما يروح لعدن، لكن وما هي الفائده من الذهاب الى عدن ما دام ان الحكومه موجوده، رئيس الوزراء موجود، هل هي حضور شخص يعني حتى يتم توقيع الاوراق؟ هنا حكومه معترف بها دوليا، ورئيس وزراء تم تعيينه من قبل فخامه الرئيس. الموضوع يجب ان يذهب مع المسؤولين في رئاسه الوزراء. السيد رئيس الوزراء يبذل جهود والله انا اشوف انه جدا مميز، ولكن زي ما قلت انه في هنالك عدم ثقه ما بين الاطراف، قد يكون هنالك يعني رؤى مستقبليه وانا ما اتمنى، او اذا كان هذا الامر انا اعتبره شيء داخلي وخاص، الاخوان في اليمن يبغون يصيرون حتى خمسه اقاليم، يبغون يصيرون دوله واحده، ما دام ان هنالك لا يوجد تدخل خارجي لتوجيه البوصله لدعم مشروع ما. انا طيب في هذا السياق سياده اللواء، يعني في هذا السياق بمن يستقوي المجلس الانتقالي عندما يقف او يقوم باتخاذ هذه الخطوات الاحاديه ويمنع، يعني يمنع الحكومه من العوده مثلا، وايضا يقوم باعلان الاداره الذاتيه، وفي نهايه المطاف يعني المحصله النهائيه هي عقده اتفاق ترعاها المملكه العربيه السعوديه. انا معك، هذا اثر على الاتفاق وعلى مجريات الاتفاق وعلى تسهيل حل المشكله، فيما اعلانه والله انا حكم اداري لا، احنا لدينا اتفاق، بنود الاتفاق تتحدث عن 1 2 3 4، ما دام المفهوم السائد او اللاعب الرئيس هو المفهوم العسكري لابد ان نلتزم به، ومن ثم نذهب بعيدا او نذهب فيما ذلك خلينا نقول بالتوازي ما بين الاتفاقيات السياسيه مع الاطراف والذهاب، ولكن هنالك عدم حركه. يعني حتى انا اعطيتك اقرب مثل انه انظر ماذا يحدث الان في المناطق الشماليه، نفرح ويكون هنالك بشرى عندما تعاد بعض السباب التي تم السيطره عليها من اكثر من 4 سنوات، معناته انه فخامه الرئيس، وانا متاكد انه فخامه الرئيس يعني لم ولن يكون غافلا عما يحدث في اليمن. الاخ عادل يذهب دائما بما هي الشماعه، هنالك اطراف اخرى يعني هو قد غادرنا الان. لا انا اتكلم على لا نقطه هي يعني دائما اتكلم مثل الاخوان من الخالفيه، ان هنالك اخوان مسلمين، هنالك اطراف تدعم، طيب مين اللي اعطى هذه الفرصه؟ الانشقاق الذي حصل في المناطق الجنوبيه اججت هذا الموضوع، والا يعني شفنا الاخوان في المجلس الانتقالي بقواتها العسكريه الى اين وصلت من الحديده العماليه، وادوا اداء مميز. انا متفائل ومتاكد بان المملكه ستثبت للعالم وللشعب اليمني الشقيق بانها هي الداعم والضامن الرئيس لعودة الاستقرار في اليمن. لكن يعني نخرج عن الموضوع شوي، هذا أفغانستان بعد 11 سنة من تواجد القوى الأمريكية إلى الآن لم تحل المشكلة، وجغرافيا وتركيبة سكان ومناطقيا وحتى ثروات اليمن أعقد من أفغانستان. شكرا لك إذن سيادة اللواء محمد القبيبان الخبير الاستراتيجي والمحلل، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، على تواجدك معنا. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.